أفتح اللاقطة أو السماعة للأذان فألتفت ورائي فلا أجد أحد من المصلين، وحتى بعد انتهاء الأذان لا يوجد أحد معي من المصلين إلا طبعا الكادر بالنسبة للمؤذن. وأمددناهم بفاكهة ولحم والبر الرحيم. حقيقة رمضان هذا العام رمضان كئيب حزين بسبب عدم وجود المصلين وعدم وجود الناس في هذا الجامع. الله أكبر الله، صلوا في بيوتكم. فجدران المساجد تئن، ومحاربها أيضا تئن، ومنابرها أيضا تئن لفراق المصلين، لفراق الخطب، لفراق الجمع والجماعات التي تكون من بين أسبوع لآخر. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فلعلك بارك.